ورشة تكوينية في مجال حقوق الإنسان نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون لفائدة منسقات ومنسقي الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان هي شريك أساسي، يتم اليوم تنظيم هذه الورشة التكوينية التي يستفيد منها السيدات والسادات والأساتذة مؤطري الأندية التربوية. هذه الورشة التكوينية تندرج في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون الساقية الحمراء برسم سنة 2022 في شقه المتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان. يكون هذا إن شاء الله هذا التدريب هو بداية يعني شراكة وتجديد الشراكة مع الأكاديمية الجهوية في إطار مسلسل سنوي إن شاء الله من أجل يعني إعمال الحقوق داخل الوسط المدرسي. وتم في إطار فعاليات هذه الورشة التدريبية تنظيم حلقات حوارية بين التلاميذ في عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة بهدف تعزيز التواصل والنقاش والتفكير حول موضوع حقوق الإنسان داخل الوسط المدرسي.